نعود إلى مراسلتنا في القدس المحتلة هناء محميد لمعرفة الأجواء لديها في حي شعفاط تحديدا. هناء تفضلي. نعم دينا، الأوضاع هنا في حي شعفاط لا تزال متوترة جدا، المواجهات لا تزال مستمرة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين الذين تجمهروا هنا منذ ساعات الصباح الأولى. قبل قليل علمنا بأن الشرطة الإسرائيلية نقلت الجثة أو تقوم بنقل الجثة الفتى المقدسي محمد أبو خضير إلى مركز التشريح الطبي في أبو كبير، ولم تمنع تسليمه إلى العائلة. طبعا والد الفتى محمد أبو خضير كان قد خضع طوال ساعات لتحقيق طويل مع الشرطة الإسرائيلية، ومثل ما أيضا استدعيت والدة محمد أبو خضير. هنا في شعفاط المواجهات مستمرة بين الشبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال. نعم هناء، يبدو أن هناك إصابة في صفوف أحد الشبان بالحجارة. كما يبدو أن هناك إصابة بالفعل، قام الشبان بنقله سريعا إلى منطقة أكثر أمانا. إذن الشبان يرشقون الحجارة باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة من الجانب الآخر من الشارع. هناك المئات من عناصر الاحتلال الإسرائيلي تتمركز يعني خلف الشبان أو في نهاية حتى نهاية الشارع، طبعا لا نستطيع أن نرصدها من هذه النقطة تحديدا. هذا إضافة إلى انتشار القناصة على أسطح المنازل وعلى أسطح البنايات في هذه المنطقة. أيضا هناك وردتنا معلومة بأنه يوجد سيارة اشتبه على أنها سيارة للمستعربين تتجول في الأحياء في المنطقة. على ما يبدو سيتحرك المستعربون بعد قليل أو في الساعة في الساعات القريبة، لا نعلم يعني، أو على الأقل سيكون تحركهم ظاهرا لنا. قوات الاحتلال طبعا يعني تطلق قنابل الصوت، قنابل والرصاص المطاطي، وأيضا سجلت عدة حالات، ثلاث حالات إصابات بالرصاص الحي كذلك. نعم. بين صفوف الشبان الفلسطينيين. نعم. إذن هناء، يعني كما ذكرتي هناك ثلاث إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين المحتجين بوجه قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكن هناء، هل الرصاص يطلق بشكل مباشر على المحتجين؟ دينا، هي ثلاث إصابات بالرصاص الحي تحديدا، ولكن نعم. عدد الإصابات قبل ساعة تقريبا كان أكثر من 40 إصابة بحسب ما قاله لنا المسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني هنا في القدس المحتلة. نحن نتوقع أن هذا العدد تزايد وارتفع، ربما يعني أصبح أكثر من 50 أو 60 إصابة، باختصار عشرات الإصابات. معظم الإصابات هي جراء انفجار قنابل الصوت، إصابات بشظايا هذه القنابل، وأيضا إصابات بالرصاص المطاط. ولكن أيضا يعني استعمال الرصاص الحي، عندما نقول بأن هناك ثلاث إصابات بالرصاص الحي، هذا مؤشر خطير على يعني حدة المواجهات وعلى العنف الكبير الذي تستعمله الشرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي من حرس الحدود ومن القوات الخاصة، هذه الوحدات المتمركزة هنا ضد المتظاهرين. طبعا يعني لو أرادت الشرطة الإسرائيلية مثلا أو الوحدات المختلفة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بتفريق المتظاهرين فقط، هؤلاء الشبان الغاربين، بطريقة سلمية لكانت استعملت وسائل أخرى غير عنيفة. بالأمس مثلا كانت هناك مظاهرة لمئات المستوطنين الإسرائيليين. نحن تراجعنا قليلا لأن المواجهات بدأت تعنف على ما يبدو. قوات الاحتلال نعم يقومون أيضا بالتقدم.
إذا دينا كنت أقول بأنه في الأمس فقط كانت هناك مظاهرة مجموعات متطرفة متشددة من اليهود من الإسرائيليين جابت مختلف شوارع مدينة القدس تحديدا الأحياء الغربية من المدينة حيث يقطن غالبية السكان اليهود في المدينة. هذه المظاهرة كانت تدعو لقتل العرب علانية يعني بأعلى الصوت تدعو لقتل العرب بشكل جماعي بشكل تحريضي، ولم نرى مثل هذه المشاهد، مشاهد العنف الكبير القمع الشديد الوحشي ضد المتظاهرين. إذن يعني هكذا تختلف الصورة بين ليلة وضحاها بالفعل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إذا ما كان المتظاهر فلسطينيا إذن يكون هناك وكأنه ضوء أخضر حق للاحتلال وللجنود وللشرطة بقمعه بكل الطرق وبكل الوسائل. طيب هنا بداخل الأحياء التي يتواجد فيها الفلسطينيين إضافة إلى المستوطنين الإسرائيليين، كيف هي الأوضاع؟ بشكل عام هذه الأحياء تعيش طول الوقت يعني جو من التوتر. دينا نرى الآن سيارة الإسعاف تدخل إلى الموقع حيث أخلي الشاب قبل قليل، قد تكون إصابته يعني جدية ويتحتم على سيارة الإسعاف نقله إلى المستشفى أو إلى مركز الإسعاف التابع للهلال الأحمر هنا في القدس المحتلة. بخصوص الأحياء التي يستوطنها المستوطنون الإسرائيليون، هذه الأحياء تعيش جو من التوتر طوال الوقت. المواطنون الفلسطينيون طبعا يعيشون في ظل خوف، حالة من الخوف، حالة من التوتر وحالة من التأهب تجاه كل ما قد يحدث، خصوصا بأن المستوطنين يعني يقومون بالاعتداء على السكان، الأطفال تحديدا، النساء، المحال التجارية، البيوت، تكسير مثلا بعض الممتلكات وإعاثة بعض الخراب في الممتلكات التابعة للفلسطينيين. هذا كله عدا عن إمكانية يعني استيلاء المستوطنين الإسرائيليين على بيوت المقدسيين يعني بشكل مفاجئ يعني، وهذا ما حدث بالفعل في السنوات الأخيرة خصوصا في حي الشيخ جراح، حيث استولى المستوطنون الإسرائيليون على عدة بيوت، ثلاثة بيوت للفلسطينيين. تم تهجير السكان العرب أصحاب هذه البيوت واستوطن مكانهم الإسرائيليون، وحتى اليوم يعني بعد مرور عدة سنوات لا يزالون هناك. إذن هناء، في خبر عاجل ورد الآن بأن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يعرب عن صدمته من قتل الشاب الفلسطيني في القدس المحتلة ويدعو إلى معاقبة القتلة وتقديمهم للمحاكمة. إذن هذا في خبر ورد منذ قليل نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي. إذن نحن هنا نتابع معك هذه المشاهد من حي شعفاط، حيث تحتدم على ما يبدو المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك طبعا على خلفية استشهاد شاب فلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو فتى في 16 من عمره، قتله أو اختطفه مستوطنون وقتلوه وذلك أثناء توجهه إلى المسجد فجرا لأداء الصلاة. دينا هناك أيضا أنباء يعني أو المصادر الإسرائيلية تتحدث أيضا عن إطلاق صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل تحديدا منطقة أو مستوطنات إشكول جنوب إسرائيل. إطلاق صواريخ يعني كما يبدو أيضا المقاومة الفلسطينية من غزة، من قطاع غزة. دينا إذا يعني يبدو أيضا أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أيضا بدأت تقول كلمتها أو ترد على هذه العملية، عملية الخطف. بالفعل هناء، يعني الآن ورد خبر عاجل عن موقع روترنت يقول بأنه سقطت قذيفتي هاون في أشكول أطلقتا من قطاع غزة ولا إصابات. هذا ما يؤكد ما ذكرتيه هناء منذ قليل حول سقوط قذائف هاون في أطلقت من قطاع غزة. إذن يعني نستطيع القول بأن
المقاومة الفلسطينية في غزة بدأت تتحرك. هناء، الأصوات الطلقات التي كنا نسمعها منذ قليل، الطلقات عبارة عن ماذا؟ هي طلقات برصاص الحي أم طلقات قنابل ربما مسيلة دموع أم ماذا؟ بالأساس هذه الأصوات هي أصوات للقنابل الصوتية، يعني هي الوسيلة الأكثر أو التي يطلقها الاحتلال بشكل أكثر كثافة يعني من بين باقي الوسائل، يعني مقارنة بالرصاص المطاطي أو الرصاص الحي، هذه الأصوات هي أصوات القنابل الصوتية. يعني بتعقيبا على تصريح وزير الداخلية الفرنسي، وزير الخارجية الفرنسي دينا، يعني فعلا الخارجية عفوا، يعني بالفعل نحن قابلنا عدة شخصيات سياسية قيادية هنا أتت إلى هذه المنطقة لمتابعة التطورات والأحداث. كان هناك مطالبة بالحماية الدولية يعني للشعب الفلسطيني وبالتحرك الدولي. النائب أحمد الطيبي رئيس القائمة العربية للتغيير كان قد طالب الرئيس أوباما أيضا على الأقل إطلاق تصريح حول يعني هذه العملية، عملية خطف الفتى الفلسطيني، لا سيما أننا شهدنا في الأيام الماضية تحديدا بعد العثور على جثث المستوطنين الثلاثة مختلف القيادات السياسية في العالم في الغرب تحديدا كانت تتحدث عن يعني عن أسفها حول قتل أولئك المستوطنين. إذن الفلسطينيون يعني ينتظرون بالمقابل على الأقل الاهتمام ذاته من قبل العالم حيال ما يجري بحق الفلسطينيين ضد الفلسطينيين، لا سيما وأن كل هذه الأحداث التي تحدث سببها الأول والوحيد كما يؤكد الفلسطينيون هو الاحتلال الإسرائيلي، هو سلب الأراضي الفلسطينية، هو اضطهاد الفلسطينيين، هدم بيوتهم، مصادرة أراضيهم، ملاحقتهم بكل الوسائل. نعم نسرين، عفوا، نعم هناء، ابقي معنا. سننتقل الآن إلى ما ذكره أو ما أكده مجلس الأمن القومي الروسي حول ضرورة الجلوس إلى الطاولة والتفاوض على نتائج الحرب الباردة. وبخصوص الهيمنة الأمريكية، قال المجلس إنه لا مكان لها في العالم بعد ظهور مراكز قوى مثل دول البريكس وروسيا، وأن زمن الغطرسة الأمريكية في العالم يشيك على نهايته على حد تعبير المجلس. إذن حول هذا الخبر من مجلس الأمن القومي الروسي ينضم إلينا لمناقشته مدير مكتبنا في موسكو سلام العبيدي. سلام، خلفية هذا الموقف من قبل مجلس الأمن القومي الروسي. نعم دينا، حقيقة في روسيا على مدى 3 أيام نسمع تصريحات رنانة في السياسة الدولية، لكن لهذه التصريحات خلفية واضحة جدا على مدى السنوات الأخيرة. في موسكو كانوا دائما يتحدثون عن أن العالم حتى سقوط جدار برلين في نهاية الثمانينات كان يعيش وفق نتائج الحرب العالمية الثانية وما تمخض عن تلك الحرب والاتفاقات التي توصلت إليها دول الحلفاء بعد انتصارها على النازية في أوروبا، لكن هذه الاتفاقات بدأت تخرق بعد سقوط جدار برلين ومحاولة الولايات المتحدة الهيمنة على العالم كخطب واحد يملي سياساته، وهذا ما تعتبره روسيا خرقا لكل الأعراف الدولية والاتفاقات التي كانت قد توصلت لها الدول العظمى وخاصة الاتحاد السوفيتي في آخر عهد غورباتشوف والإدارة الأمريكية. وطبعا هذا ينطبق على توسع الشمال الأطلسي والتدخل في مناطق كثيرة من العالم خارج مناطق نفوذ حلب شمال الأطلسي كالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لذلك في موسكو يلفتون النظر إلى أن الأوضاع الحالية في العالم لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، خاصة بعد أن ظهرت مراكز قوى في العالم مثل مجموعة بريكس وروسيا نفسها باعتبارها أحدى الأقطاب الأساسية في العالم التي يمكن أن تلعب دورا فعالا في القضايا الدولية. الحديث هنا يجري دينا بشكل خاص عن وضع شروط جديدة أو أصول جديدة للعبة بعد أن تم التجاوز وخرق تلك
الأعراق التي كانت يعني متبعة في السابق. لذلك في روسيا خاصة على ضوء ما يجري في أوكرانيا وعلى ضوء ما يجري في العراق وسوريا في الشرق الأوسط برمته والخطر الذي تلفت النظر إليه روسيا حول ما تعتبره محاولات لتقسيم دول العالم وإعادة ترسيم حدودها، كل ذلك يجعل القيادة الروسية ويجعل الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن يطرح مبادرة إلى القوى الرئيسية في العالم للجلوس وراء طاولة المفاوضات للحديث عن ترتيبات جديدة للعالم وعلى الساحة الدولية في هذه الظروف. نعم دينا. إذن مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي، شكرا لك. والآن نعود إلى فلسطين المحتلة، ومعنا من هناك يعود وينضم إلينا من هناك مدير مكتب الميادين ناصر اللحام. ناصر، حول سقوط قذيفتي هاون على أشكول في الأراضي المحتلة وأيضا مصدر هذه القذائف بحسب الجانب الإسرائيلي هو قطاع غزة، هل من تفاصيل إضافية حول هذا الخبر؟ أنا أعتقد بأنه هذا خبر يومي منذ 20 يوم، هذه القذيفة رقم 74، ولا أعتقد أن هناك ربط مباشر بين ما يحدث في مخيم شرفات في حي شرفات وبين القذائف، إذ لغاية الآن لم تصل الأمور إلى مرحلة الرد على الأحداث بالصواريخ. وأود الإشارة دينا إلى أهمية البيان الذي وصلنا من الرئاسة الفلسطينية قبل قليل من المقاطعة، في بيان يحمل عنوان يعني يذكرنا بمرحلة عرفات. القيادة الفلسطينية تطالب بتأمين الحماية الدولية لشعبنا، ورد في هذا البيان الطويل نسبيا ثلاث نقاط أساسية: المطالبة بحماية دولية، 2 الدعوة لمقاومة شعبية علما أن المقاومة الشعبية تشمل هذه التظاهرات التي نشاهدها، وثالثا التشبث بحكومة الوفاق الوطني، وهو رد على نتنياهو الذي يطالب بفك تحالف عباس حماس. أي أن الأمور تسير باتجاه مطالبة بحماية دولية واستمرار المقاومة الشعبية والتشبث بحكومة الوفاق الوطني، هذا في رد فعل أولي بعد الساعات الأولى من جريمة شعبان. طيب ناصر، يعني بشكل مفصل حول النقاط الثلاث، المطالبة بالحماية الدولية ماذا يعني ذلك؟ هل ستتحرك السلطة الفلسطينية أمام المحافل الدولية بخصوص ما يجري؟ لا، المطالبة بالحماية الدولية يعني اليأس من الرعاية الأمريكية. هذه المطالبة الدولية كانت في البداية أول مرة سمعنا فيها أيام ياسر عرفات، حين فشل جورج تنت رئيس الاستخبارات الأمريكية في الحوار، كان في المقاطعة محاصر أبو عمار وخرج من وراء أكياس الرمل وقال أطالب بحماية دولية لشعبي، في إشارة إلى أنه يرد الصفعة للولايات المتحدة الأمريكية. والآن الوضع مشابه، هناك فشل أمريكي، استقالة مارتن إنديك من الوساطة الأمريكية في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، توقف المفاوضات، تنصل إسرائيل، هذه رسالة سياسية أهم من النقاط الثانية والثالثة، إذ أن القيادة الفلسطينية تدعو لحماية دولية، أي أنها تقول للولايات المتحدة الأمريكية أنتم فشلتم وأنتم لا تستطيعون فعل شيء والمفاوضات لا تستطيع فعل شيء، وبالتالي الحل هو حماية دولية، أسوة بتجربة ألبانيا كوسوفو وصربيا والجهاد المناطق الأخرى في العالم التي تدخلت فيها الأمم المتحدة. رسالة عميقة. هذا بالنسبة للنقطة الأولى، مع وأشارت القيادة بأن هناك 15 شهيد منذ اختفاء المستوطنين، ويقول الرئيس شخصيا يقول هذا الاجتماع الذي هو الآن قائم مكرس لبحث الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية شعبنا من هذا العدوان أمام سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية التي يجب أن تتوقف، بما في ذلك العملية العسكرية في الضفة والغارات على قطاع غزة وهدم البيوت وقتل الأبرياء بدم بارد، هذا ما يقوله الرئيس. ويضيف أبو مازن الموقف الفلسطيني الذي توافقت عليه كل الفصائل في اتفاق القاهرة هو تبني المقاومة الشعبية السلمية
لنيل حقوقنا. ويؤكد أبو مازن العنف لن يقود إلا لتوسيع دائرة العنف والعنف المضاد والمزيد من التطرف والفوضى وإراقة الدماء. طيب إذن نعم دينا. ناصر بخصوص هذه النقطة، نقطة المقاومة الشعبية، يعني ماذا يعني ذلك؟ إعطاء الضوء الأخضر للشارع للتحرك إزاء هذه الممارسات الإسرائيلية، وبالتالي هذا ما يقود ربما إلى انتفاضة؟ لأن هنا جدل حتى ثقافي في هذا الموضوع، تعريف المقاومة. نعم. معظم الفصائل الفلسطينية تستخدم أسلوب العمليات الموسمية، بمعنى أنه لا يوجد عملية أسر وقتل للجنود يوميا كما في مناطق أخرى بالعالم. جل المواجهة في الأرض المحتلة، وخصوصا لا يوجد في الأرض المحتلة جبال عالية ولا أنهار ولا غابات ولا أماكن للاختباء، يعني أي مكان أي سنتيمتر وليس أي متر في الأراضي الفلسطينية تصل إليه إسرائيل. وبالتالي هناك من يقول بأن العمليات هي مباغتة موسمية لكل الفصائل. العمل اليومي الدؤوب، العمل الحقيقي هو المقاومة الشعبية، التظاهرات والتصدي والمواجهات. هناك من يقلل من قيمة المقاومة الشعبية، لكن هنا في الأرض المحتلة يقول أن المقاومة الشعبية انتفاضة الحجارة هزمت إسرائيل، المقاومة المسلحة بمعنى أطلاق النار مباشرة على إسرائيل على الجيش وفتح مواجهة معسكر دمرت السلطة. هذا ما تقوله غالبا ما تقوله حركة فتح، رغم أنها دفعت ثمن كبير في الانتفاضة الثانية. الآن هناك من يدعو يقول أن المقاومة الشعبية تضمن لنا عدم إدانة دولية، عدم تفجير حافلات وأسواق إسرائيلية، العالم يؤيدنا وتبقى الكرة في ملعبنا وليس في ملعب إسرائيل. بمعنى آخر أنه المقاومة الشعبية قد تشمل كل الجهود. أنا لا أعرف إذا كانت حماس وافقة أو لم توافق أو الجهاد الإسلامي، لكن أبو مازن يقول بأنه هذا ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة، وهو المقاومة الشعبية السلمية التي هي أصلا موجودة في نعلين وبلعين وقرى رام الله والمعصرة وبيت جالة وفي كل مكان موجودة كل يوم جمعة. نعم، إذن ناصر ابقى معنا. ننتقل الآن إلى هناء. هناء، لو نقلتي لنا الصورة لديك كيف هي، يعني المشهد يتحدث، هناك سخونة في هذا المشهد وحدة ربما في المواجهات أكثر، هي تعنف، تفاصيل أكثر لديك هنا تفضل. نعم دينا، بالفعل المشهد ساخن، هذا المشهد الساخن هو مستمر منذ ساعات طويلة، منذ ساعات الصباح الباكر، فور شياع نبأ سقوط الشهيد، أو يعني حتى وقتها كان الخبر غير مؤكد. بعد الشبان الفلسطينيون يعبرون عن غضبهم بهذه الطريقة، غضبهم المتراكم يعني بجراء سياسات الاحتلال المتعددة والمختلفة ضد الفلسطينيين. داخل منزل الشهيد محمد أبو خضير أيضا هناك يتواجد الكثير من المواطنين المقدسيين الذين أتوا للإطمئنان على العائلة أو لمواساة هذه العائلة التي فجعت فجر هذا اليوم بنبأ الاختطاف، ومن ثم أيضا يعني بنبأ الاستشهاد. الوضع متوتر فعلا للغاية دينا. كان رئيس الحكومة الإسرائيلي في وقت سابق بنيامين نتنياهو قد تحدث إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حول أهمية البحث عن يعني المتورطين في عملية اختطاف الشاب محمد أبو خضير، ويعني التحقيق بجدية بهذه العملية. الفلسطينيون هنا يعني لا يثقون كما يقولون لنا بالتحقيقات الإسرائيلية، ولا حتى بهذه يعني المحادثات التي تدور أو قد تدور يعني شكليا فقط عند القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية، لأنهم يعتبرون أن الاحتلال هو المسؤول الأول والوحيد عن هذه الحالة، هو المسؤول عن قتل الشبان الفلسطينيين. اليوم هذا يعني سجل الشهيد التاسع الذي تقتله قوات الاحتلال أو جهات أخرى، يعني كما حدث اليوم من قبل المستوطنين. نعم.
الذي يسقط خلال الأسبوعين أو ثلاثة أسابيع الأخيرة منذ يعني اختطاف المستوطنين الثلاثة والعثور عليهم مقتولين قبل يومين. نعم هناء، نحن مستمرون في هذه التغطية، لكن ستستلم الهواء الآن الزميلة وفاء سرايا. سنبقى مع هذه المشاهد، ابقوا معنا مشاهدينا. أيضا مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر لحام، وابقي معنا هناء محميد لتفاصيل أكثر حول الأوضاع في فلسطين وتحديدا القدس. ايوه الله يرضى عليك. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة لأبرز التطورات في فلسطين المحتلة، خصوصا أن المواجهات العنيفة مستمرة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في حي شعفاط في القدس المحتلة. غدا استشهاد الفلسطيني محمد حسين أبو خضير البالغ 17 عاما على أيدي مستوطنين بعد خطفه فجرا. عشرات الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص جنود الاحتلال وشظاياه في هذه المواجهات، وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الطرق المؤدية إلى شعفاط وأرسلت قوات كبيرة إلى بيت حنينة في البلدة. المواجهات انسحبت أيضا إلى الحرم القدسي الشريف، حيث أغلقت قوات الاحتلال باحة الحرم. ومن حي شعفاط تنضم إلينا من جديد مراسلتنا هناء محميد. هناء، ما الذي يجري الآن بالتحديد في حي شعفاط؟ نعم وفاء، ما يجري الآن هو المشهد نفسه الذي بدأ منذ هذا الصباح. مواجهات عنيفة تدور على مدار ساعات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتمركز في هذه المنطقة في حي شعفاط بكثافة. هناك مئات، انتشار لمئات عناصر الاحتلال. للأسف لا يمكننا رصد هذه القوات من المكان الذي نتواجد فيه، ولكن على طول الشارع يعني أمامنا هناك قوات إسرائيلية، مركبات أيضا تابعة للشرطة الإسرائيلية، إضافة للقوات الخاصة وإضافة للعناصر القناصة، القناصة الذين ينتشرون على أسطح المنازل، فيما يواصل الشبان الفلسطينيون أيضا رشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة تعبيرا عن غضبهم. على كل الحال هذه المواجهات، نعم،
هي تدور تحديدا يعني بالقرب يعني على بعد أمتار قليلة فقط من بيت الشهيد محمد أبو خضير. العائلة تشهد يعني كيف يتحرك الشارع الفلسطيني تعبيرا عن غضبه وتضامنه مع ما جرى صباح هذا اليوم، وأيضا تعبيرا عن الغضب العار فيه والكامن فيه إزاء كل السياسات الإسرائيلية. هذا نعم. الغضب أيضا يعبر عنه الفلسطينيون الآن يعني كما نشاهد عبر الكاميرا من خلال ضرب تكسير محطات القطار الخفيف الذي يمر من هنا من داخل حي شعفاط. طبعا كانت الشرطة الإسرائيلية منذ الصباح قد أمرت بإيقاف الخط الذي يعمل في هذه المنطقة بسبب نعم الحالة يعني حالة التوتر السائدة هنا. نعم مراسلتنا هناء محميد، لو سمحتي ابقي معنا. وسينضم إلينا عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان من عمان الأستاذ هاني الدحلة. أستاذ هاني أهلا بكم إلى هذه التغطية. إذن العديد من الأحداث جرت بعد خطف المستوطنين الثلاثة الإسرائيليين والكشف أنهم قد قتلوا، اليوم استشهاد الفلسطيني محمد حسين أبو خضير ومواجهات عدة أدت إلى العديد من الجرحى في صفوف الفلسطينيين. إلى أين تتجه الأمور؟ هل نتوقع انتفاضة ثالثة في فلسطين؟ إن الشعب العربي في فلسطين هو شعب نذر نفسه للدفاع عن أرضه وبلاده، ولذلك لن يهنأ الاستعمار الإسرائيلي ولو بقي عشرات السنين. إنه إلى زوال مهما طال الأمد، وهذه الإجراءات التي يقومون بها تساعد في تعجيل رحيلهم، لأن الشعب الفلسطيني ومعه الشعب العربي ومعه شعوب الدنيا لا تقبل إطلاقا ما يجري على يد السلطات الإسرائيلية الغاشمة من قتل وذبح وتشريد واعتقال. إن 40,000 فلسطيني اعتقلوا خلال 3 سنوات في فلسطين، وهذا الشيء الذي يحدث حتى في أيام الاستعمار. يبدو أن الاتصال قد انقطع مع الأستاذ هاني الدحلة، وسينضم إلينا مدير مكتب فلسطين، مدير مكتب الميادين في فلسطين الأستاذ ناصر لحام. ناصر، كيف تبدو الأجواء اليوم والشوارع الفلسطينية عموما بعد هذه المواجهات لا سيما في القدس هذه المرة؟ أكاد أجزم بأنه من في الشارع في الشارع ومن في المنزل يشاهد هذه الصور وهذا البث ويفكر إلى أين وصلت الأمور باتجاه أن ما تفعله إسرائيل وما يفعله المستوطنون بلغ السيل الزبا. أين نتنياهو ولماذا سكت بحيث أنه لا يطالب بالكشف عن الجنى مثل ما فعل عن المستوطنين، ولا يوجد كابينيت ولا يوجد مؤتمرات صحفية أمام الحكومة، وهو ما قاله عضو الكنيسة الدكتور أحمد طيبي التفريق بين دم ودم. الظلم والغضب هو الذي دفع بهؤلاء الشبان تلقائيا أن يخرجوا إلى الشارع ويتحدوا سلطات الاحتلال والرصاص بصدورهم العارية. والتأكيد أيضا شاهدنا في الأسابيع الثلاثة الماضية إلحاح وإصرار من جانب نتنياهو على الرئيس أبو مازن أن يفك تحالفه مع حماس، والآن القيادة في بيانها الأخير قالت بأنها متشبثة بحكومة الوفاق الوطني، وهو ما قاله أيضا على تويتر عزة الرشق، أي أن حماس ومنظمة التحرير يبدو أنهما قررتا رغم كل العراقيل ورغم كل العقبات ورغم كل ما سمعنا من تصريحات نارية من جانب الطرفين إلا أن هذا خط متمسكان به، وأنه ما أظن هذا يريح ضمير المواطن الفلسطيني الذي يقف أمام بنادق الاحتلال. أريد أن أؤكد بأنه نحن في شهر رمضان في اليوم الرابع، عددا مئات الآلاف يريدون الصلاة في المسجد الأقصى حرموا، وأريد أن أؤكد بأنه الإدارة المدنية للاحتلال رفضت إعطاء التصاريح لي حتى كبار السن، حتى ابن 80 و90 عاما ممنوع أن يدخل للقدس الآن للصلاة في المسجد الأقصى أو الصوم هناك، والإجراءات التنكيلية والعقوبات الجماعية مستمرة حتى بعد اكتشاف جثث المستوطنين ظلت بل زادت، لغاية الآن الأمور في الخليل إذنه
وشعفاط وحي بيت حلينا، وهذه بؤر ساخنة للاشتباك، بمعنى آخر أنه قد تكون هذه البؤر غضب مؤقت، ولكن أيضا قد تكون هي بداية شرارة للغضب الشعبي لا سيما. وأهم وأخطر ما في الأمر هو أن السياسة الأمريكية فشلت في المفاوضات، وأؤكد نعم استقالة مارتن إنديك الوسيط الأمريكي وعدم زيارة جون كيري للمنطقة منذ 3 أشهر وعدم إطلاق سراح الأسرى. نعم ناصر، لو سمحت ابقى معنا ناصر، سأعود إليك من جديد.